عندما نقول تعمير عين الحلوي يظن كثيرون أننا نتحدث عن مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين. الحقيقة أن حي التعمير هو ملاصق للمخيم من الجهة السفلى، قاتنوه لبنانيون. على مقربة من هذا الحي وقع ليلة الخميس إشكال فردي أطلقت خلاله النار، فتوجه عناصر شعبة المعلومات لتوقيف مطلق النار بحسب مصدر أمني رفيع، فهرب ولجأ إلى مجموعة من سرايا المقاومة القريبة من حزب الله داخل المبنى الأبيض هذا، فطوقت المعلومات المكان بهدف توقيف المطلوب، ليقدم بعدها عناصر سرايا المقاومة على إطلاق النار بالهواء لترهيب المعلومات، كما حاول أحد عناصر سرايا المقاومة انتزاع سلاح أحد عناصر المعلومات. الجيش اللبناني الذي يقيم حاجزا عند المدخل طوق المكان أيضا ونشر جنوده بكثافة في وقت كانت أصوات الرصاص المتبادل تعم المكان دون وقوع إصابات، فتسارعت الاتصالات لاحتواء الوضع ومنع التصعيد، اتصالات بين قادة أمنيين وقيادات في حزب الله انتهت إلى تسليم العنصرين إلى المعلومات، مفتعل الإشكال الفردي والذي حاول نزع سلاح عنصري المعلومات. وفور وقوع الاشتباكات انتشرت القوى الأمنية الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوي وعند المداخل لمنع أي إمكانية فرار أو لجوء أو تضخيم ونقل الإشكال إلى المخيم. موقع حي التعمير الملاصق بشكل كبير لمخيم عين الحلوي يجعل من هذا الحي نقطة مهمة ودقيقة في آن، لأن هناك خشية من امتداد أي إشكال يقع في هذا الحي إلى داخل المخيم. من هنا حرص الدولة والقوى الأمنية على تطويق أي إشكال يقع فورا. من حي التعمير بنا صليبة MTV.